بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي الطلبة، كل من يشاهدنا من خلال هذا الفيديو، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية التمريض جامعة الكوفة في مادة تمريض الأطفال. برنامجنا إن شاء الله راح يكون تحت عنوان Pediatric Advanced Life Support. هذا البرنامج يتضمن سلسلة من الحلقات التدريبية واللي هي راح نبتديها إن شاء الله بالتيم ريسورسيشن، ثم راح ننتقل للبي ال اس، ثم بعدها ننتقل للبي اي ال اس اسسمنت، ثم حننتقل الى الريسوسيشن تولز، وبعدها ننتقل الى البادي كارديا ريثمز، ثم التاكي كارديا، بعدها ان شاء الله راح ننتقل الى الشوك، ثم كاردييك اريست، ثم بوست ريسوسيشن كير، وما بعدها ان شاء الله في نهايه البرنامج راح ناخذ فد اكزام نحاول من خلاله نستذكر ما اخذناه خلال هاي الحلقات التدريبيه ان شاء الله. بعد ما تحدثنا عن شنو محتويات البرنامج ان شاء الله، حنتناول مقدمه بسيطه عن البي اي او اس او البيدياتريك ادفانس لايف سبورت. البيدياتريك ادفانس لايف سبورت هو مصطلح شامل للكثير من المحتوى المهم والمفيد جدا. شنو هذا المصطلح؟ هذا المصطلح هو سيريز اوف بروتوكول، سلسله من البروتوكولات او سلسله من الارشادات اللي نؤديها حتى نحافظ على حياه الطفل. هذه الإرشادات أو هذه السلسلة صممت بشكل أنه يستطيع النيرس أو الدكتورز أن يتذكرها بشكل سريع، حتى وإن كان تحت ستريس، تحت ضغط العمل أو تحت ضغط الناس اللي موجودين دائما دائما بشكل كبير، ولكن هو يستطيع أن يتذكر هذا البروتوكول أو هذه الإرشادات لأنه مصمم بشكل سلس. طبعا هذه البروتوكولز وضعت استنادا إلى ثلاث أشياء رئيسية، ألا وهي الشيء الأول هو previous books أو researches، يعني استنادا إلى الكتب أو المصادر القديمة اللي كانت موجودة، أيضا new case studies اللي موجودة بالمستشفى أو اللي تم تسجيلها من خلال المستشفيات الموجودة أنحاء العالم، والشيء الثالث اللي استندوا عليه أيضا اللي هو research اللي applied by field أو applied by specialized in this field، يعني اللي سووها الناس اللي مختصاص بهذا المجال. من خلال هذه الثلاث اشياء اجت منظمه القلب الامريكيه اللي هي مختصه بهذا المجال وبهذا الموضوع، فسوت هاي الاشياء الثلاثه وسوت احصائيه عليها ووجدت انه هذا الدليل الانسب والمفيد لكيفيه تقديم النعاش للطفل. بعد ان اخذنا مقدمه عامه عن موضوع بيدياتريك ادفانس لايف سبورت، راح نتناول ان شاء الله اول حلقه تدريبيه من هذا البرنامج، الا وهي الريسوسيشن تيم او ما يسمى بفريق النعاش. هذا الفريق يتكون من جزئين اساسيين اللي هو تيم ليدر او هو ما يسمى بقائد الفريق، وايضا التيم ممبرز اللي هم اعضاء الفريق. اعضاء الفريق وقائد الفريق كل منهم له مهام ومميزات خاصه بهم. نبتدي مع قائد الفريق. قائد الفريق يجب ان يكون اورجنايز جروب، يعني شنو؟ يعني قادر على تنظيم الجروب بشكل صحيح حتى يسير الاداء بشكل افضل. الشغلة الثانية قادر على مراقبة أداء جميع الفريق، كل شخص من الموجودين بالفريق يقدر يراقب، يعني كل شخص من دول أعضاء الفريق يقدر التيم ليدر أنه يراقب أدائهم، بالتالي يقيم ويشوف وين أي ديفكت أو شيء فيسوي فيدباك لهم بعد نهاية العمل، بالتالي يطور من هذا الفريق. الشغلة الإضافية أيضا أنه do all the skills، يعني يقدر يسوي كل المهارات اللي يتطلبها الفريق. يعني في حالة أي واحد من team members من أعضاء الفريق ما قدر يسوي هاي skills أو مثلاً أو يحتاج في الشيء ما يقدر يسويه، التيم ليدر لازم عنده هاي الإمكانية يقدمها لبقية أعضاء الفريق. أيضاً direct team يوجه الفريق هذا وينطي الأوامر اللي تتطلب أو يحتاجها حتى ينجح الفريق، وبنهاية كل عمل أو بنهاية كل كيس يقبلهم للمستشفى أو للمكان اللي هم يشتغلون به يقدر يسوي فيدباك. هاي الفيدباك مما تفيد أولاً تفيد الفريق حتى يطوره ويتجاوز أخطاء بالمستقبل، والشغلة الثانية أنه شنو الأشياء اللي ما متوفرة عندهم كإمكانيات كمواد، ممكن من خلال الفيدباك هاي بعدين راح يوفروها حتى ما يحتاجونها مرة ثانية. نجي على التيم ميمبر. التيم ميمبر شبيههم، عندهم أيضاً أشياء ومميزات أساسية. أول شغلة لازم understand role، يعني كل واحد من ذول الأشخاص عنده إدراك للمهمة مالته اللي لازم يؤديها أو للسكيلز اللي يتطلب مهما مكانه حتى يشتغلها، سواء كان مثلا على الأي على الأيرواي عنده معلومة أو خبرة عن الأيرواي هذا التيم ميمبر اللي موجود. الشغلة الثانية skilled to doing role،
مو بس يعرف الرول مالته، لازم هو عنده السكيلز حتى يقدم هذا الاداء او المهاره اللي مطلوبه من عنده. الشغله الثالثه انه لازم عنده اندرستاندينج للبي اي ار اس، عنده فهم لموضوع بيدياتريك ادفانسد لايف سبورت. يعني مو انا راح اجيب نيرس او دكتور من غير اختصاص من غير مجال اجيبه يشتغل لي بالبيدياتريك ادفانسد لايف سبورت، هذا ما ممكن لانه لازم عنده خبره بهذا المجال. ايضا عنده القدره على يسوي كوميونيكيشن مع التيم. ليش؟ حتى يصير سكسس، لانه عنده القدره على ان يسوي كوميونيكيشن، يسوي تواصل مع بقيه اعضاء الفريق بالعمل، حتى عنده القدره على انه ينجح هذا العمل مع الفريق، وبالتالي كلهم يؤدون نتيجه جدا ممتازه. لهذا منظمه القلب الامريكيه تركز على اهميه التيم اسوسيشن، هذا التيم جدا مهم، التنسيق داخل الفريق يكون جدا مهم، ايضا الفيدباك جدا مهمه، لانه بعد اكمال العمل لازم كل واحد شنو كان عنده ديفكت، شنو كان عنده خطا بالعمل، شنو كان صحيح، الصحيح خلاص يحتفظ به ويطوره، والخطا يتعدل الخطا هذا حتى ما يتكرر الخطا مره ثانيه. لهذا الكوميونيكيشن جدا مهم. الى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه الاولى من برنامج التدريب، نلتقيكم ان شاء الله حلقه ثانيه واللي هي عنوانها يكون البيزك لايف سبورت. في امان الله.